بدي اعمل تضحيه كبيره سمحتي برشا مبالغ لعبين ما تعرفش شيء هذا اللي حتى فلوسه بون لعبين نتصور تعرف شنو الحاجه اللي تغيظك كي انت تعمل الضحي وكل شيء ومن بعد تسمع كان السبين وبليل وعلي وفهمت انا مش من توا قاعد نسمع فلوس ملي شد جمال العتروس ربي يشفيه معناتها فهمت من الوقت وانا قاعد نسمع في الفلوس معناتها هذا شنو مع حب قد ايش سمحت من بديت ولا من بديت ما تحسبوش برشا فلوس فما شي مليار فما ينجم فما برشا فلوس برشا فلوس ما برشا فلوس برشا برشا وشنو اللي غاضني انا اللي يغيظني برشا عباد تجي تلعب ماتش ميتون وياخذوا فلوسهم اللي معناها يجي من برا ولا ما خير قولوها زكريا العبيد يلعب ماتش ياخذ 500 مليون سي ربي يزيدوا اخر مبلغ سايب سمحت فيه قداش؟ اخر مبلغ 460 مليون وقتاش هذا؟ الصيف اللي فات هذا كيفاش وقتها صارت الحكايه؟ في تجديد العقد نتاعك؟ عاودت ومشيت عملت ايجاليزي في البلديه اللي انا معناها مش اي واحد يسمح في مبلغ كبير كما هكا شوف انت ملاعبيه لعبوا في النادي الافريقي عملت لهم اسم قضايا كبيره مرفوعه ضد النادي الافريقي معناها لا غالب هذيك هي ما احنا نشوفوا لعبات كيفاش مساكن يضحيوا على النادي الافريقي شوف الجمهور كيفاش من دم ومن عباد الدويات دوية حق الدواء نتاعو ما يمشي يحط فيه في الكاسه نتاع النادي الافريقي معناتها حاجه معناتها ما تتخيلش معناتها مش الله غالب هذيك هي النادي الافريقي انا حاجه بركه اللي معناها سمحت في النادي في فلوسي مش حب في العباد وحب في جمعيتي ما يهمنيش في شكون الشخص اللي شاد ولا شكون انا نحب جمعيتي سمحت في جمعيتي صحيح ناكل اكثر واحد قاعد هو العبد لله اللي ياكل في العصامي نعرف برشا عباد تحبني وبرشا عباد معناتها تحب بلال بالحق معناتها صحيح فما قضيه في جلد النزاعات ولا مش صحيح كلامك شنو هي قضيه انت رفعت قضيه جلد النزاعات تحب على فما فلوس معينين ولا لا مش صحيح لا مش صحيح